بإذن الله بالتأهل، يكون معاهم تذكرة التأهل لدور الثمانية. خلينا نتكلم شوية بخصوص مواجهات الأهلي والهلال في دوري الأبطال. احنا لعبناهم قبل كده 7 مباريات، النهاردة المباراة رقم 8. الأهلي فاز في 3 مباريات وخسر مباريتين وتعادلوا في مباريتين. نجح لاعبو الاهلي فاز شباك الهلال السوداني 6 مرات، واستقبلت شباك النادي الاهلي 5 اهداف. الاهلي نجح في الخروج بشباكه النظيفه امام الهلال السوداني في 4 مباريات، واهتزت شباكه في 3 مباريات. في 5 من لاعبي النادي الاهلي نجحوا في زياره شباك الهلال السوداني خلال مواجهات الفريقين، وهم ايمن شوقي وامادو فلافيو طبعا وكابتن اسامه حسني واخيرا حسين الشحات ورمضان صبحي، وان شاء الله غيرهم النهارده كمان يقدروا يهدفوا في هذه المباراه. يعني دي بعض الارقام والاحصائيات الخاصه بمباريات الاهلي والهلال على مدار تاريخ بطولات دوري ابطال افريقيا. من ضمن كمان الاخبار المهمه فيما يتعلق بهذه المباراه، ويمكن كان في اخبار كده خرجت في الساعات الاخيره بخصوص محمد الشناوي وعدم جاهزيته، الكلام ده نفاه بشكل تام الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي، واللي قال ان محمد الشناوي جاهز تماما. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان في ناس بتتكلم من الالام عوده الشناوي في مران الاهلي الاخير، الام الظهر اللي كان الاصابه اللي تعرض ليها والكادمه اللي تعرض ليها في مباراه النجم الساحلي، لكن الكلام ده يا جماعه مش موجود خالص، واللاعب جاهز 100% ليخوض مباراه اليوم باذن الله امام الهلال السوداني. ده امر مهم قوي. خليني كمان اقول لكم ده خبر اكيد حضراتكم عرفتوه خلاص، فيما يتعلق بمصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي تم قيده في القائمه الافريقيه، واحنا عارفين ان كان في مقعد اخير متبقي للنادي الاهلي في قائمه الافريقيه، وتم الاستقرار بشكل نهائي في الساعات الاخيره من قبل غلق باب القيد على قيد مصطفى شوبير حارس النادي الاهلي، واكيد دي وجهه نظر فنيه تحترم. كمان تم الانتهاء من اجراءات اعاره حسين السيد للصفاقسي، وحسين السيد في الحقيقه لعيب مميز جدا، ويمكن حظه بس وحش شويه مع النادي الاهلي تحديد الفتره دي، لان في مركزه في علي معلول وفي محمود وحيد وفي ايمن اشرف، هو ما يقلش عنهم طبعا، لكن في تخمه في هذا المركز تحديدا، فكان القرار الافضل بالنسبه للاعب وبالنسبه لقائمه الفريق ان اللاعب يخرج اعاره. جاله بعض العروض في مصر لكن يعني ما نجحتش، او المفاوضات ما نجحتش ما بين حسين وبعض الفرق في مصر، وتم الاستقرار في النهايه على انتقال اللاعب على سبيل الاعاره مده 6 اشهر الى الصفاقسي التونسي. نتمنى له يا رب كل التوفيق، حسين السيد لعيب مميز جدا، ان شاء الله يرجع للنادي الاهلي اقوى وافضل بكل تاكيد. طيب من ضمن كمان الاخبار يعني خبر محلي سريعا كده، وهو بخصوص لجنه المسابقات حددت خلاص موعد اقامه مباريات دور ال 16 لكاس مصر، واستثمارا للوقت اللي احنا عارفين في مسافه ما بين مباريات الدور الاول والدور الثاني، والمسافه دي متاحه للفرق كلها ما عدا الاهلي والزمالك والمصري لان هم بيشاركوا في البطولات الافريقيه، وهيتم وضع كمان جدول الدور الثاني بعد حسم مشوار النادي الاهلي في البطوله، ان شاء الله يتاهل ويتم وضع الجدول طبقا لمواعيد مباريات الاهلي والزمالك في الادوار المقبله في بطوله دوري ابطال افريقيا. واحنا عارفين كمان الاهلي عنده مباراه مهمه جدا في كاس السوبر امام الزمالك يوم 20 فبراير في الامارات، والزمالك كمان عنده مباراه مهمه جدا يوم 14 في الدوحه مع الترجي السوبر الافريقي. يعني دي بعض المواعيد وبعض التعديلات اللي في جدول بطوله الدوري، مش تعديلات يعني اضافات يعتبر، لان مباراه كاس مصر تم اضافتها دور 16 تحديدا، والاهلي والزمالك بس هم اللي هيستثنوا من خوض هذه المباريات. طيب دي كانت بعض اهم الاخبار مع بدايه الحلقه النهارده. في الحقيقه في مباريات كتير جدا في العالم كله، يعني النهارده في خلينا نتكلم بالتحديد على بطوله دوري ابطال افريقيا، نبتدي بيها مازيمبي مع زيسكو من زامبيا، زيسكو يونايتد. خلصت المباراه بفوز مازيمبي 3-1، ودي مجموعه نادي الزمالك. نفس المجموعه بريميرو دي اوغوستو تعادل 0-0 مع الزمالك في انجولا. ايضا النهارده كان في اتحاد الجزائر مع بيترو اتلتيكو، المباراه خلصت 2-2، وسان داونز فاز على الوداد 1-0. دي المباريات اللي انتهت، لسه في بقى مباريات بتتلعب في هذه اللحظات، يعني مثلا شبيبه القبائل من الجزائر مع الترجي التونسي، الرجاء الرياضي المغربي مع فيتا كلوب، دي مباريات هتبتدي الساعه 6 لسه ما ابتدتش، ودي المجموعه طبعا اللي فيها الترجي والرجاء تاهلوا بشكل رسمي، المباريات كلها تحصيل حاصل فيما عدا مباريات اليوم في المجموعه الثانيه اللي بتضم الاهلي والهلال، والمباراه هتكون الساعه 9، وايضا النجم الساحلي وبلاتينيوم مباراه في نفس التوقيت. نروح للدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي في عدد من المباريات في الحقيقه في الاسبوع 25 من بطوله الدوري الانجليزي، ليستر سيتي وتشيلسي دي مباراه لعبت في
الكينج باور، ملعب ليستر سيتي وانتهت بالتعادل 2-2. ليفربول وساوثامبتون مباراه ابتدت الساعه 5، وفي ايضا بعض المباريات اللي ابتدت في هذا التوقيت، لكن فيما يتعلق بليفربول وساوثامبتون صلاح ابتدى بشكل اساسي في هذه المباراه. ايضا في نيوكاسل يونايتد ونورتش سيتي، ويست هام يونايتد مع برايتون، واتفورد متقدم على ايفرتون 1-0، وبورنموث مع استون فيلا في نفس الميعاد برضو، وكريستال بالاس وشيفيلد يونايتد ايضا الساعه 5. الساعه 7:30 هتكون مباراه مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، مباراه مهمه جدا بالنسبه لمانشستر يونايتد. خلينا نروح للدوري الاسباني، ايضا في عدد من المباريات المهمه، اهمها طبعا مباراه ريال مدريد واتلتيكو مدريد، دي ابتدت خلاص الساعه 5، وفي ايضا مباريات اخرى، غرناطه مع اسبانيول، وريال مايوركا مع بلد الوليد، وفالنسيا مع سيلتا فيجو. ايطاليا هناك في برضه مباريات في الكاتشيو، بولونيا مع بيرتشيا، وكالياري مع بارما، وساسولو مع روما. دي بعض المباريات اليوم في الدوريات المختلفه. بصراحه الاهم بالنسبه لنا دلوقتي مباراه النادي الاهلي، وان شاء الله يكون موفق في مباراه الهلال، وباذن الله نتاهل ونفرح كلنا بالليل باذن الله تعالى. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل كل كواليس النادي الاهلي في السودان قبل المباراه، وبعض الاخبار كمان تتعلق بالفريق وبالنادي الاهلي في الصحف النهارده. استنونا بعد الفاصل.